بس دين الهداية والسلام، ومن وصايا نبينا خير الأنام. ببعث رسائل كلها ود ويام، الوفا والجود واخلاق الكرام، والتعامل بيننا كل احترام. الاهل والجار وحقوق الطريق، والمعونة للغريب وللصديق، والتسامي في المبادئ والقيام، والشكر لله على كثر النعم. والتكاتف في الشدايد والمحن، والوفاء للأرض وحب الوطن. السعادة للبشر هي غايتي، ومن شذ الإسلام فحوى رسالتي. عيد بعد الصيام وليلة القدر، وعيد بعد الحج وصيام عرفة، إنها بشارة الرحمن، أي كما تفرحون بالعيد بعد الطاعة، فستفرحون بعد مشقة الدنيا في الجنة. فكبر أيا قلب وافرح، وصافح صباح العيد بالطيب ولقاء الأحبة. فالفرح بالعيد عبادة، والكلام الطيب عبادة، حتى الابتسامة عبادة عليها نؤجر. فجمل باطنك كظاهرك، وجدد نقاء قلبك بالمسامحة، وتذكر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. رسالتي. قال ربنا تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ها هي أيام رمضان مرت كطيف الخيال، فلنحمد الله تعالى أن أتم علينا شهر رمضان، ولنكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منا صيامه وقيامه، ولنعلم أن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها. والعيد عبادة الفرح، والمؤمن لا يفرح بمعصية. فهنيئا لقلبك فرحة كلما زادت زاد معها الأجر. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رسالتي. أقبل العيد أحبتي، وشد الطير وكبر، وتهادى القلب من فرحتنا الكبرى وأزهر. فأي شيء أجمل من ذكر الرحمن نصافح به صباح العيد. الله أكبر ولله الحمد بأن وهبنا عيدا جديدا في هذه الحياة. فكان رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يلبس أجمل ثيابه، وقبل خروجه إلى مصلى العيد يأكل تمرات 3 أو 5 أو 7. يقول علماء النفس إن علاج الاكتئاب يتخلص في 3 أشياء: الضوء والحركة والناس، وهذه 3 تتوفر في صلاة العيد. رسالتي.
فالضوء يا أحباب حيث الخروج للصلاة وقت الضحى، والحركة يا أحباب المشي للمصلى من اتجاه، والعودة من اتجاه آخر. أما الناس فهي تجتمع على الخير من أجل الصلاة، فكما يبدأ اليوم بشروق النفس فبذكر الله يبدأ العيد بشروق النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحياناً يحتاج المتحابون سبباً لرجوع المياه إلى مجاريها، فلا تكسر قلباً أتاك مشتاقاً ليطمئن. فالحب الصادق يا أحباب لا يصدأ ولو غطاه غبار السنين. أما آن الأوان أن تتصافح قلوب طال شقاقها، فالعيد فرصة للتسامح، يطرق أبواب القلوب والعقول لتتسع روح الحوار وتتآلف الأرواح بالسؤال عن الحال والأحوال، ويتجدد فيه الوصال بالاتصال. فرصة يا أحباب لكل صديقين تباعدا متناسين رفقة دامت سنوات، أو بين زملاء نتيجة سوء فهم أو ضغط عمل، أو بين زوجين تفرقا من أجل أمر كان من السهل تجاوزه. إن الشعور العذب بطعم العفو والتسامح لا يقارن بشعور. فالعيد ليس بلبس الجديد فقط، ولكن بتجديد التواصل. لك أجر ابتسامتي حين أرى رسائلك، فكيف إذا تصافحت أيدينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. ما أجمل الابتسام العذب قبل المصافحة، وما أجمل الكلمة الطيبة التي تحتضن القلوب. ألقي السلام على من تقابل، وإن لم تكن تعرفهم فتبسمك في وجه أخيك صدقة. كن إذا دخلت على الناس قالوا هلا بوجه الخير، إذا دخلت على الناس صار عندهم العيد عيدين، سعادة للقلب ناقلاً الأخبار السارة، تذكرهم بالأيام الجميلة، تذكرهم بالخير. وبعض الناس للأسف تخصصه نكد في نكد، يفتح مواضيع هم وحزن ويسأل أسئلة محرجة أمام الناس دون إحساس، يخليك فعلاً تقول يا ليتني نمت وما جيت. كن كالمسك يفوح منك أطيب الكلام، مبشراً لا منفراً. رسالتي تفسحوا بالمجالس. أحياناً حركة صغيرة من شخص ما تعرف من خلالها أهميتك، فلا شيء يا أحباب يسعد الإنسان كشعوره بالاهتمام. فحين يستقبلك إنسان بوجه منشرح ويقابلك بالترحيب، فإن ذلك يبعث الراحة في نفسك ويشجعك على التفاعل معه والاستماع إليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. البشاشة مصيدة المودة، وحسن الاستقبال مؤشر على الاحترام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أحباب، بمجرد أن تتحرك حركة يسيرة ليجلس أخوك في مكان محدد يفسح الله لك بلا حدود، فما بالكم بما هو أكبر؟ الجواب: الله أكبر. أعطوا أطفالكم ولو جزءا بسيطا من المال لتوزيعها
على العمال كي يتعودوا على العطاء ويتذوقوا لذة الصدقة. فما أجمل أن تعطي الأم هدية بيد ابنتها لتوزعها على الخادمات. نعم يا أحباب، عيدنا سعيد عندما نشعر بشعور الجسد الواحد، فهناك بيوت خلف جدرانها أسرار لا تشعر بفرحة العيد وتأبى كرامتها أن تسأل الناس. فجمال وحلو العيد يا أحباب عندما تمدها لليتيم وتنثر الفرحة على وجوه المساكين. فكلما أسعدت الناس كلما أسعدك الله، فافسحوا يفسح الله لكم. في لحظات التسوق في العيد مع أطفالك لا إراديا تتذكر طفولتك وتترحم على والديك وفضلهم عليك، وعندما يعايدونك الأطفال بتقبيل رأسك ستمر كل أعياد عمرك في شريط أمام ناظريك وأنت طفلا إلى أن أصبحت رجلا. فبعد ما كنا نجمع العيادي أصبحنا اليوم نجمع للعيادي. يا أحباب، الحب لا يموت والتواصل لا ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء وأحباب وأقارب، فمن الوفاء يا أحباب والبر أن تزورهم وتقدر لهم صحبة وصداقة والديك. فالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك وإلى أخوالك وخالاتك من أقارب أمك، هذا من البر للوالدين بعد وفاتهما. فإكرام العم هو إكرام للأب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن عم الرجل صنو أبيه. والإحسان إلى الخالة هو بر بالأم. فقد ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رسالتي: إذا أردت أن تفرح ميتا تحبه تواصل مع من كان يحبه. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقائي خديجة، ثم قال: إني رزقت حبها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهنيئا لكم يا أحباب هذه الفرحتان، الفرحة الأولى هي الآن والفرحة الأخرى يوم نلاقي الرحمن فندخل الجنة من باب الريان. فكل عام وأنتم بخير. من قبس دين الهدايا والسلام ومن وصايا نبينا خير الأنام، ببعث رسائل كلها ود ويام، الوفا والجود وأخلاق الكرام، المبادئ والقيم.
القيام والشكر لله على كثر النعم. والتكاتف في الشدايد والمحن والوفا للأرض وحب الوطن. السعادة للبشر هي غايتي ومن شذ الإسلام فحوى رسالتي